قام فريق سواعد إيجابية التطوعي بتجربة تعتبر فريدة من نوعها، وذلك بأن أمضى يوما كاملا على الكراسي المتحركة ليشعروا بإحساس إخوانهم ذوي الإعاقة ولإيصال رسالة تكون معالمها واضحة من خلال مبدأ ابدأ بنفسك. نعم، لحظات مليئة بالمحبة والتآلف والتعايش شارك فيها الفريق وهو مجموعة من أعضاء مركز البحرين للحركة الدولي للمعاقين بمجمع السيتي سنتر. في مساء مفعم بالأحاسيس النبيلة المليئة بالمحبة والتقدير، عاش خلالها فريق سواعد إيجابية كما المعاقون ليختبروا كافة الظروف التي يعيشها ذوو الإعاقة. تركناهم في اليوم بكل الأنشطة، دخلنا معاهم السينما وقمنا معاهم بأكل وجبة العشاء، وعملنا جولة تسوقية، ودخلنا معاهم الكوفي شوب، وشفنا نظرة الشفقة اللي قاعدين يواجهونها من المجتمع. هاي النظرة هي اللي يكرهها المعاق، لأن هو يمتلك الكثير من الطاقات الإنسان السوي والإنسان العادي ما يمتلكها أصلاً. وأتمنى من الكل إنهم ما يشوفون ذوي الاحتياجات الخاصة إنهم بهالنظرة، لأن وايد تكسر بالخاطر. الإعاقة مو بالجسد، الإعاقة بالتفكير وبالعقل. نفس الوقت تجربة صعبة إنك أول مرة تقعد على الويلتشير. كانت الفعالية إنه نروح مجمع السيتي سنتر ونطالع السينما ونروح المطاعم ونفطر. إنزين، كانت نظرة الناس لنا إن نظرة الشفقة، مع إنه إحنا كنا عندنا إرادة وعندنا طموح. في ناس قاعدة على الويلتشير عندهم إرادة وطموح، في ناس كتاب وناس شعار منهم. إنزين، وكانوا الناس يساعدوننا مع ذلك، بس نظرة الشفقة كنا نعاني منها كثير. التواصل مع أصحاب الإعاقة الحركية ومعايشة إحساسهم ومعرفة طريقة حياتهم وتعايشهم معها ولد بداخلهم الدافع للتميز ورسم الابتسامة على شفاههم، مؤكدين للمجتمع بأنهم قادرون على الإبداع في كافة الظروف. بعض أخواننا من فريق سواعد إيجابية بعضهم شاركونا أن ركبوا الويلتشير وحسوا، يعني كان شيء شعور جميل. يعني حتى لما سألناهم قالوا لنا أن حسوا بالمعاناة ذوي الإعاقة، وأن في شيء طريف أنه أول ما ركبوا يعني بس ربع ساعة وقالوا إحنا ربع ساعة وتعبنا، أنتم شلون يعني طول الوقت في الويلتشير؟ سواعد إيجابية اللي هم شاركونا هذه التجربة طبعاً استفادوا منها وعرفوا شنو نظرات الناس حق المعاق، وأتمنى إن إحنا نتكرر يعني تتكرر معاهم هذه الفعاليات، وكانت فعالية وايد حلوة ومرتبة ومنظمة. الجلوس على كرسي متحرك والتعايش مع هذا الوضع بكافة صعوباته يجعلنا نرفع القبعة لذوي الإعاقة تقديرا لهذه الفئة التي تمتلك الكثير من القدرات والرغبة في العيش والعطاء لتكون بصمتهم في المجتمع واضحة. خولة الجرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.